بقرار قضائي تقيم الطفلة الأربعة هنا. زيارتنا للقرية تزامنت مع زيارة مماثلة قام بها كل من وكيل الملك والوكيل العام ورئيس المحكمة بالجديدة لتفقد مريم 9 سنوات، حنان 8 سنوات، سناء 5 سنوات، وأمينة 3 سنوات. عاينا المذبحة التي كان بطلها الأب صباح يوم السبت الأسود. ماشي سهل باش ينسجموا في اللحظه الاولى، ولكن حنا كانت الفكره على اساس جبنا معاهم واحد السيده من العائله ديالهم، واحد السيده اخر من العائله ديالهم، جبناهم هنا حتى استقروا. تم توفير ظروف الاقامه هنا الى جانب 95 نازلا بالقريه. الدكتوره جميله التونسي طبيبه نفسانيه تشرف على تتبع الحاله النفسيه للطفلات الاربعه ومساعدتهن على الاندماج في الفضاء الجديد قبل الالتحاق بالمدرسه. لو لوندومان ديال اللي وقع داك المشكل كنا كونا واحد الخليه ديال لو سيتيام سيكولوجيك اللي كتكون من بسيكياتر بسيكولوج وبيدياتر باش نراقبوا ونواكبوا هاد البنيتات. في الاول كانت الحاله ديالهم شويه صعيبه، من الحمد لله دابا اكطويلمون راه غادي في تحسن، قدرنا نديروا معاهم واحد ان كليما دو كونفيونس، ودابا حنا بادين معاهم لا ثيرابي. وضع دفع بعملة اقليم الجديده والجهاز القضائي وبعض الفاعلين الاقتصاديين الى الانخراط في هذا العمل الانساني. هاد الشركات هاد الفاعلين الاقتصاديين هادو غادي يتكفلوا بالدراسه ديال هاد الوليدات، بالمعيشه ديالهم، بالتكفل بالحياه ديالهم المعيشيه الى حين الوصول لسن الرشد، الدراسه، الملبس، المسكن الى اخره. خطوه جديده نحو الامام. تنسي مريم، حنان، سناء وامينه مراره المعاناه في دوار القدامرة بعيدا عن اعين الناس وبعيدا كذلك عن اسئلتهم المحرجه في غياب الجواب.